يظهر هذا المقطع قصة تحولات غير اعتيادية تحدث في جسم الأم خلال فترة الحمل. تبدأ قصة الحمل بعد دخول ملايين الحيوانات المنوية من جسم الأب إلى جسم الأم، وهي تحرك ذيولها على طول الطريق حتى بلوغ البويضة في جسم الأم. رحلة الحيوانات المنوية هي مجرد بضع سنتيمترات، ولكن هذه المسافة بالنسبة للحيوان المنوي هي أشبه بالمسافة من الأرض إلى القمر، ومعظمها لا تنجح في الوصول إلى البويضة. ما يقارب 200 حيوان منوي تتمكن من الوصول إلى الجدار الخارجي لبويضة الأنثى، واحد منها فقط هو الذي يتمكن من الدخول إلى هذه البويضة. بعد دخول الحيوان المنوي تقوم البويضة بإغلاق جدارها، وهكذا تكون باقي الحيوانات المنوية قد خسرت سباقها نحو رحلة الحياة. يفقد الحيوان المنوي الفائز ذيله أثناء طريقه نحو قلب البويضة، ثم يتضاعف حجمه وتندمج نواته التي تحتوي على جينات الأب مع البويضة الأنثى التي تحتوي على جينات الأم، وينتج عن هذا الاندماج بويضة أحادية الخلية تحتوي على الحمض النووي لتحمل الصفات الوراثية لطفل المستقبل. بعد ذلك تمر البويضة بسلسلة من الانقسامات المتساوية، وتبدأ بانشطار أول خليتين كي تعطي 4 خلايا، والتي تنقسم بدورها كي تعطي 8 خلايا، وهكذا حتى تصبح 16 خلية متشابهة تسمى مجتمعة التوتة. تنتقل التوتة عبر قناة فالوب، وفي الأسبوع الثاني تلتصق بجدار الرحم وتنغرس داخله لتنمو طوال 9 أشهر مكونات الجنين. في هذه المرحلة تبدأ السيدة بملاحظة عدم حدوث الدورة الشهرية بشكل طبيعي في ميعادها. أيضاً يبدأ جسمها بسلسلة من التغيرات استعداداً للحمل، وتبدأ علامات الحمل المبكرة في الظهور. بحلول الأسبوع الرابع من الحمل تكون كرة الخلايا في رحمك قد تطورت لتصبح جنيناً يبلغ طوله نصف سنتيمتر، وهو بحجم بذرة السمسم تقريباً، ويبدو أقرب إلى فرخ الضفدع منه إلى الشكل الآدمي. تبدأ الهياكل الأساسية للجنين بالتطور إلى مناطق منفصلة لتشكل الرأس والصدر والبطن والأعضاء الموجودة داخلهم، بالإضافة إلى البراعم الصغيرة على السطح والتي ستصبح أذرعاً وأرجلاً. كما تبدأ الدورة الدموية لجنينك بالتشكل، ويبدأ القلب الصغير بالتخلق. من المهم الالتزام بجرعة حمض الفوليك والأوميغا 3 في هذا التوقيت من الحمل لمساعدة جنينك في النمو بصحة جيدة. يسجل هذا الشهر نهاية المرحلة الجنينية عند طفلك وبداية المرحلة المبكرة من تطوره الآدمي. يبلغ طول طفلك الآن حوالي سنتيمترين، وهو بحجم حبة الفاصولياء مع اختفاء الذيل الجنيني. يبدو طفلك شبيهاً أكثر بالشكل الآدمي، حيث تتحدد ببطء ملامح وجهه أكثر، وتبدأ فتحات الأنف ونتوء الأذنين بالظهور، وتظهر نقطتان لونهما أسود محل العينين. كما يبدأ الجنين بتلقي الغذاء من مشيمة الأم عن طريق الحبل السري، وتبدأ كذلك البراعم الموجودة في الأطراف بالتطور لتشكيل الذراعين والساقين، وتنمو الأصابع لتصبح أطول وأكثر وضوحاً، وتبدأ الأعضاء الأساسية مثل الدماغ والجهاز الهضمي والأعضاء الحسية بالتطور. وفي نهاية هذا الشهر يستبدل الغضروف الموجود في الجنين بالعظام. وفي هذا الشهر أيضاً يتمتع طفلك بقلب مكتمل النمو، ينبض الآن بسرعة تفوق دقات قلبك بثلاثة أضعاف، ويمكنك سماع نبضات قلبه بواسطة الموجات فوق الصوتية. تعتبر الأم المصدر المغذي الوحيد لجنينها، لذلك تزداد نسبة الدم في جسم المرأة بنسبة 50% أكثر من المرأة الطبيعية، ويزداد معدل نبضات القلب ليفوق المعدل الطبيعي ب 15 نبضة في الدقيقة، وذلك لتتمكن المشيمة من إيصال القدر الكافي من الأكسجين والمغذيات إلى الجنين،
ويزداد حجم القلب كذلك ليساعد على ضخ الكمية الإضافية من الدم لأعضاء الجسم المختلفة. طفلك الآن بطول حبة البازلاء تقريباً، أي حوالي 7 سنتيمترات، ويزن ما يقارب 23 جراماً. في هذا الأسبوع يبدأ الجزء المسؤول عن الأفكار المعقدة مثل حل المشاكل والذاكرة بالتكون في دماغه. أيضاً تتطور الأطراف بالكامل في هذا الشهر كاليدين والقدمين والأصابع، وتبدأ الأظافر بالتكون بالإضافة إلى الأذن الخارجية واللثة. في هذه الفترة تكون بصمات أصابعه الدقيقة والفريدة قد تشكلت، مع أنها لن تتطور بشكل كامل حتى يبلغ حوالي 17 أسبوعاً. بعد أن اكتشف طفلك الآن طريقة المص، سينشغل بممارسة مهارته الجديدة حتى أنه قد يمص إبهامه. يبدأ طفلك بابتلاع السائل الأمينوسي الذي يحيط به. يتكون هذا السائل في الغالب من الماء، لكنه يحتوي أيضاً على عناصر غذائية يمتصها طفلك، بما فيها الكربوهيدرات والبروتينات والجلوكوز والإلكتروليتات. يبلغ طول طفلك الآن حوالي 13 سنتيمتراً ويزن 140 جراماً تقريباً، أي مثل وزن حبة اللفت، وقد اكتمل الآن تشكيل بصمات أصابعه الفريدة، كما تتحسن قدرته على السمع بشكل مستمر، حتى أنه يتحرك داخل رحمك إذا قمت بتشغيل بعض الموسيقى. الشعر والجفون والرموش والأظافر تتطور جداً في هذا الشهر، أما نبضات القلب فيمكنك سماعها بوضوح أكبر بجهاز الدوبلر، وتتطور اللثة أكثر، ويبدأ الجنين في التثاؤب والتمدد ومص إبهامه وحركات أخرى يمكنك الشعور بها في بعض الأحيان. إذا كان طفلك صبياً فقد تشكلت خصيته الآن وينمو قضيبه، أما إذا كنت حاملاً ببنت فقد اكتمل نمو مبيضيها ويحتويان على حوالي 2 مليون بويضة. يتم عادة إجراء جلسة تصوير السونار أي الإيكو في هذا الشهر، وتسمى التصوير المسحي للتشوهات، لذا قد تشاهدين طفلك قريباً وهو يركل ويتلوه ويمد يده حتى أنه قد يتقلب. خلال جلسة التصوير المسحي للتشوهات ستقوم أخصائية التصوير بتقييم نمو طفلك وتطوره بالتفصيل. يمكنها أيضاً أن تخبرك بجنس الجنين إذا كنت تريدين معرفته. لقد قطعت نصف الطريق باتجاه موعد ولادتك المتوقع، ويزيد نشاط طفلك كل يوم. يزن جنينك الآن حوالي 360 جراماً، ويبلغ طوله ما يقارب 26 سنتيمتراً، أي أنه بطول الجزر تقريباً. بشرته شفافة وتتحول تدريجياً من اللون الزهري إلى الأحمر، كما أصبح حاجبه أكثر سماكة وشفتاه محددتين أكثر، وتتحرك عيناه بسرعة تحت أجفانه المطبقة. إذا بدأت تشعرين بحركات طفلك بالفعل فيمكنك أن تتطلعي إلى المزيد من الحركة في الأسابيع المقبلة. قد تشعرين بأنه يمارس الفنون القتالية للدفاع عن النفس، بحيث تتحول حركات الرفرفة الأولى إلى ركلات ووكزات مكتملة، وربما تتعرفين أيضاً على نمط معين لنشاطه، لأنه يتنقل بين فترات قصيرة ومتكررة من الاستيقاظ والنوم. تستمر حواس طفلك في التطور لتصبح معقدة أكثر، مع أن أجفانه لا تزال مغلقة، تحتوي عيناه الآن على خلايا تسمى الخلايا العصوية والخلايا المخروطية، وهي التي تسمح له باستشعار الضوء. مع تطور ردود فعل طفلك وتحسن قدرته على السمع، قد يتفاعل مع أصوات الضجيج العالي المفاجئة عبر القفز أو الركل بساقيه. لا شك أنك ستشعرين بردة فعله. هذا الوقت من حملك مميز جداً، بما أنك بدأت أنت وطفلك بالشعور والاستجابة لبعضكما البعض. يزن طفلك الآن حوالي 660 جراماً، وهو تقريباً بنفس حجم اللفت السويدي، ويبلغ طوله أكثر من 34 سنتيمتراً. في هذه المرحلة قد تعانين من مشاكل في نومك. يعد النوم حيوياً للحوامل،
فخلال فترة الحمل تصاب النساء بالحيرة بشأن الوضعية المناسبة لها للنوم لتتمكن من الشعور بالراحة وتحافظ على سلامة الجنين في الوقت ذاته. في دراسة علمية حديثة أوصت الباحثة الألمانية سامانتا النساء بالنوم على أحد الجانبين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، خصوصاً الجانب الأيسر، وذلك لأن الكبد يقع في الجانب الأيمن من الجسم، وبالتالي يبقى ثقل الرحم والجنين بعيداً عن هذا العضو الرئيسي في الجسم، كما أن هذا الوضع يسمح للكلى بالقيام بعملها على وجه صحيح، الأمر الذي يقلل من تورم القدمين واليدين. والنوم على الجانب الأيسر يساعد أيضاً في ضخ كميات أكبر من الدم المحمل بالعناصر الغذائية إلى المشيمة والجنين. في الشهر السابع تستمر أعضاء الجنين وأجهزة جسمه بالنمو، ويبدأ بتخزين طبقة من الدهون تحت الجلد، ولذلك يكون الجلد أقل في التجاعيد. وتتطور في هذه المرحلة أيضاً حاسة السمع بالكامل، ويتفاعل الجنين جيداً مع الصوت والضوء، ويتحرك في رد فعل لهما، وتبدأ كمية السائل الأمينوسي الموجودة حوله بالانخفاض شيئاً فشيئاً، ويصل وزن الجنين في نهاية الشهر السابع إلى كيلوغرام ونصف، ويبلغ طوله 41 سنتيمتراً. مع التقدم في عمر الحمل يتعرض جسم المرأة لتغير في وضعيته، حيث يزداد ميلان الحوض ويتقوس الظهر، كما يحدث تمدد لعضلات البطن. تعمل هرمونات البروجسترون والأستروجين والريلاكسين على تحفيز استرخاء المفاصل والغضاريف والأربطة. يستمر نمو الجنين في هذا الشهر، ويزداد تخزين الدهون في جسمه ومعدل نمو المخ، ويستطيع في هذه المرحلة أن يرى ويبدأ بالركل بصورة أكبر، بالإضافة إلى أن معظم الأعضاء والأنظمة الداخلية تتطور بالكامل، أما الرئتان فتكونان بحاجة إلى المزيد من الوقت للعمل بشكل سليم عند الولادة. يعرف طفلك صوتك بالفعل، لكنه قد يتمكن الآن من التعرف إلى التهويدات والأغاني أيضاً، والسبب أن الجزء الذي يرسل الرسائل من أذنه إلى دماغه قد نضج أكثر. بيّنت البحوث أنك لو غنيت لطفلك قبل ولادته فيرجح أنه يهدأ عند سماع نفس الأغنية بعد الولادة، كما أن هذه الطريقة وسيلة رائعة أيضاً للارتباط الوثيق بطفلك. في المتوسط يبلغ طول الجنين في هذه المرحلة 47 سنتيمتراً ووزنه كيلوغرامين ونصف، وفي نهاية الشهر الثامن يبدأ في أخذ وضع الولادة ويتحرك رأسه إلى الأسفل. ليس لديك الآن سوى المراقبة والانتظار، فقد يصل طفلك في أي يوم. يمكن أن يكون طوله حوالي 50 سنتيمتراً ووزنه حوالي 3 كيلوغرامات و300 جرام، وهو تقريباً في نفس ثقل بطيخة حمراء صغيرة. لقد تطورت جميع أعضاء طفلك بشكل جيد، أصبح جلده سميكاً وشاحباً، كما أصبحت رئتاه تنتجان المزيد من خافض التوتر السطحي، وهو مادة تحافظ على توسع أكياسه الهوائية الصغيرة وتجعله مستعداً لأخذ أول نفس خارج الرحم. بعد أشهر من الترقب جاء الموعد المتوقع لولادتك. أول صرخة للطفل بعد خروجه من رحم أمه تكون دليلاً على أن رئتي الطفل بدأتا تعملان خارج الرحم بشكل سليم. لقد أتقن طفلك كل المهارات التي سيحتاج إليها بعد أن يولد، فهو يستطيع البحث عن إبهامه بشكل غريزي ومصه أيضاً، كما سيبحث عن ثديك ليرضع منه بعد وقت قليل.